كل التفاصيل بقى وكل الاستعدادات اللي بيستعد من خلالها روي فيتوريا لمباراه بكره هنعرفها من زميلنا وصديقنا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي والمنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. مراد مساء الفل واخبارك ايه؟ مساء الفل عليك ابو حميد، وكل سنه وانت طيب وبخير، وبرحب بيكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ مراد وتحياتي ليك، وانا عارف ان بصراحه على المستوى الاعلامي انت بتقدم ماده محترمه جدا لكل الزملاء وكل وسائل الاعلام، ولكن عايز اطمن منك بقى منتخبنا بكره بيستعد ازاي؟ وارد هل تحصل تعديل في التشكيل؟ هل ممكن نشوف عناصر جديده في مباراه بكره؟ الحضور الجماهيري، يعني كل التفاصيل بالتاكيد هنعرفها من خلالك. يعني الحمد لله اللعيبه ال 25 اللي موجودين في المعسكر محمد كلهم الحمد لله يعني جاهزين، ومفيش الحمد لله اي اصابات او اي كده، اللعيبه كلها جاهزه، اللعيبه كلها طبعا عارفه اهميه ماتش زي مباراه الجزائر. اكيد فريق من الفرق طبعا قويه والمنتخبات القويه في افريقيا، بطل افريقيا في 2019، فطبعا الناس كلها عارفه اهميه المباراه واللعيبه عارفه اهميه المباراه وعارفه ان ده اختبار قوي واختبار صعب، وان شاء الله يعني يحققوا نتيجه بكره ايجابيه ويظهروا بطريقه كويسه ويفوزوا، ويبقى يعني طبعا حافز قوي قبل ماتشات التصفيات المؤهله لكاس العالم شهر 11، وبعد كده بطوله افريقيا في شهر يناير. اختبار صعب، وده الهدف من الوديات، وعمال انت بتشوف ايه السلبيات عندك وبتعالجها، ايه الايجابيات عندك وبتحاول انت تزودها، وده اللي مستر فيتوريا بيعمل عليه، ان انت في ماتشات زي دي لما بتكسب يعني لعيبه او اتنين جداد على المنتخب فدي حاجه مكسب للمنتخب طبعا الفتره اللي جايه. عندك لعيبه منتخب الجزائر طبعا منتخب كبير، عندك لعيبه طبعا منتخب كبير بتضم اسامي كبيره، صلاح، النني، تريزيجيه، الشناوي، زيزو، وعندك اكثر من لعيب مستوى محمد، لعيبه كلها كبيره وتقدر تحقق نتائج ايجابيه، وهم اللعيبه عندهم اصرار وعزيمه على محمد الحقيقه، يعني ان هم يظهروا مستوى كويس وعندهم اصرار وعزيمه كمان لبطولتهم افريقيا اللي هم عايزين يحققوها، يعني الجيل ده الحقيقه بيضم لعيبه كبيره، لكن للاسف يعني ما خدوش باي لقب بطولتهم افريقيا رغم ان هم وصلوا النهائي مرتين 2017 و2021، لكن ان شاء الله يتوجوا باللقب البطوله اللي جايه. بالنسبه للتذاكر يعني الحمد لله، يعني هو جانب الامارات مستضيف المباراه، والحقيقه بنشكرهم على الضيافه وعلى الاستقبال وعلى التنظيم، مأكدين من اول يوم ان يعني كان في حوالي 7 أو 8 ل 10,000 تذكره تم بيعهم في ماتش زامبيا، لكن الاقبال كان كبير جدا من اول يوم جينا فيه على ماتش الجزائر، ويعني لغايه النهارده يعني امبارح والنهارده يعني لا اقدر اقول لك ان الاستاد يعني ان شاء الله يبقى مختلف بكره عن اخره، التذاكر بنسبه 95% نفذت، اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله، يعني اهم يعني معسكر يوصلهم ان شاء الله بفوز مهم بكره باذن الله وفوز كبير على منتخب الجزائر. طيب انت كلمتنا عن مجموعه من اللاعبين الكبار اللي موجودين في المنتخب، عايز اسالك على احمد حجازي، يعني انا كنت قريت تقارير في السعوديه بتتكلم ان اتحاد جده بيعد حجازي لكاس العالم للانديه، هل جهاز المنتخب متواصل مع حجازي؟ هل حجازي في امل يلحق كاس الامم الافريقيه مع منتخبنا يا مراد؟ يعني ان شاء الله بنامل ان حجازي طبعا يلحق يبقى موجود ويبقى موجود في امم افريقيا، حجازي من اللعيبه الكبيره جدا جدا وقائد من المنتخب يعني جوه الملعب وبره الملعب، والحقيقه يعني كان جهاز المنتخب ومستر فيتوريا واتحاد الكوره كان حجازي شاف ان هو يعني انضم النهارده معانا موجود في معسكر المنتخب النهارده كدعم للعيب، ان هو يبقى موجود النهارده معانا في المعسكر ويحضر ماتش الجزائر بكره كدعم للاعب اللي كان تعرض لاصابه قويه الفتره اللي فاتت في الرباط الصليبي، وكان نفس الامر يعني كان في تفكير ان في اكثر من لعيب ممكن ان هم كانوا مقدمين على المنتخب الفتره اللي فاتت زي اكرم توفيق زي الونش، لكن طبعا ارتباط اللاعبين دول بالتجهيز والاستعداد مع انديتهم يعني منع انهم يبقوا موجودين في المعسكر، فتم يعني حجازي طبعا زي ما انت عارف ان هو كده مش هيلعب لما مع اتحاد جده زي ما انت قلت في كاس عالم الانديه او في يناير، فالجهاز يعني استدعاه ولعيب كان بصفات التأهيل بتاعه فما هو موجود في المعسكر كان هو من التكريم، واعتقد ان دي حاجه يعني الحقيقه حجازي كويس جدا 2010 2011 لعيب من اللعيبه الكبار والمؤثرين في منتخب مصر من الفترات من 2011، يعني لعيب من اللعيبه الكبار فيستحق، وده تكريم يعني او يعني تقدير للاعب، ودي حاجه كويسه شايفها لقطه كويسه من جهاز المنتخب واتحاد الكوره والكابتن حازم ان هم يفكروا في حاجه زي دي، ان هم يشوفوا اللعيبه اللي لهم دور كبير جدا مع منتخب مصر ويبقوا موجودين في حاجه زي دي،
فهو موجود معانا النهارده، وصل النهارده للدوحه كده، وهيحضر ماتش الجزائر بكره، وان شاء الله نتمنى ان هو يرجع ويبقى اضافه للمنتخب مع عبد المنعم ومع دوينش موجودين، ويبقى عندك اكثر من لعيب في المركز ده، وياسر ابراهيم وعلي جبر. فان شاء الله في الاول وفي الاخر محمد ده مصلحه منتخب مصر، يبقى عندك اكثر من 5 لعيبه في اكثر من مركز جاهزين، دي حاجه تكون حاجه كويسه لمنتخب مصر، وحاجه تريح الجهاز الفني ان هو باذن الله. اكثر من بديل كده. يعني اكيد هيكون في مساحه وقت يقدر يلحق كاس الامم اكيد يا مراد باذن الله. يعني ان شاء الله، انا يعني انا ما اتكلمش، بس ان شاء الله اتمنى يعني واحد زي حجازي لعيب كبير جدا جدا، ومنتخب الحياه محتاج لعيبه رجاله زي حجازي ولعيبه كبيره زي حجازي، ان شاء الله يبقوا موجودين باذن الله في ويلحقوا وفي المنطقه باذن الله. طيب عايز اعرف تعليق فيتوريا على قرعه الكاس الامم الافريقيه، واكيد انتوا تابعتوها عبر شاشات التلفاز وشفتوها بعد مباراه مصر وزامبيا، يعني مصر معاها غانا، الراس الاخضر موزمبيق. جهاز المنتخب بشكل عام رايه ايه في القرعه؟ وكمان نقطة تانية كمان مهمة لا تقل أهمية عن فكرة اللي أنت هتلعب مع هذه المنتخبات في البطولة، أنت هتلعب في أبيجان، أنت هتلعب في العاصمة، برضو دي كناحية إدارية أو لوجستية ممكن تكون كويسة لمنتخبنا يا مراد. يعني بالطبع يا محمد، يعني طبعا القرعة يعني أنت معاك منتخب غانا، منتخب من المنتخبات الكبيرة واللي بتنافس على اللقب زي ما أنت عارف، وبيضم لعيبة الكبار، نفس الأمر موزمبيق وراس أخضر وكاب فيردي، لعيبه برضه من منتخب من المنتخبات اللي برضه اللي عندهم لعيبه كتير جدا محترفين في اوروبا ولكن طبعا زي ما انت بتقول قال لك يعني احنا جاهزين، واي بطوله طبعا هتقابل فرق صعبه ومنتخبات كبيره، واللي عايز يفوز باللقب طبعا بيبقى مستعد وجاهز، والحمد لله يعني هو كلام الحمد لله كله ايجابي على المنتخب وعلى اللعيبه وعلى طول يا محمد. يعني لما بتيجي سيره اللعيبه يقول لك اللعيب المصري من افضل اللعيبه في العالم الحقيقه استيعابا، ولو ركز او عايز يعمل حاجه بيعملها، وعنده الامكانيات ان هو يبقى يعني يبقى عندكم اكثر من لعيب صلاح ومنه دي. فان شاء الله باذن الله يعني منتخب جاهز واللعيبه كمان جاهزه، واللعيبه عندها اصرار يعني غير عادي الحقيقه ان شاء الله يحققوا بطوله افريقيا بعد ما وصلوا نهائي مرتين. فالجيل ده لازم زي ما قلت في الاول، الجيل ده محتاج بطوله، وهم عندهم اصرار يعني من تريزيجيه صلاح، كل اللعيبه دي عارفه اهميه بطوله افريقيا، وان شاء الله يتوجوا بيها وان شاء الله يتاهلوا كمان لكاس العالم. ان انت هتلعب في ابيجان فدي حاجه كويسه طبعا، كان موجود الاستاذ شعبان بطاول كان موجود في كوت ديفوار في القرعه وده، يعني تفقد الملاعب واللي هي تدريب وملعب المباراه والفنادق، فالحمد لله يعني في اشاده كويسه بالملاعب، ولكن هيبقى في زحام كبير جدا هنا في المدينه، بنعرف التقرير اللي هو قدمه لجهاز المنتخب، لكن في جميع الاحوال هيبقى افضل من الكاميرون يا محمد، يعني الكاميرون يعني ما كانش ليه اصعب من حاجه امكانيات طبعا. ربنا يكرم والمنتخب ان شاء الله في الاول وفي الاخر ايا كان المكان ان شاء الله يتوج بالبطوله ويرجع بالبطوله ان شاء الله. فرق شاسع يا مراد ما بين جروه وابيدجان، يعني لا موضوع مختلف تماما. الله يكون في عون اللعيبه والله، يعني وجهاز المنتخب يعني امكانيات صعبه قوي، وده هرجع واقول لك برضه ده التخبط اللي فيه الاتحاد الافريقي بقاله فتره، ان انت تعمل بطوله مع احترامي لدوله الكاميرون، ما تعمل بطوله زي دي ما فيهاش امكانيات تعملها في دوله الكاميرون. التخبط اللي موجود في تحديد مواعيد الماتشات في دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي او ايا كان، يعني تحس ان في يعني الفتره الاخيره في يعني تخبط وفي عدم نظام كده زي زمان، فده يعني الناس بتهاجم اتحاد الكوره او بتهاجم نادي المسابقات او رابطه الانديه، ولكن الدوري عندك منتظم، ما هو برضه الحاجات دي كلها مرتبطه بالاتحاد الافريقي اللي بيحدد لك مواعيد المسابقات قبلها بشهر، يعني انت في الدوريات الكبيره او في اوروبا تحديدا بيبقى محدد لك المواعيد من شهر 6 هتلعب يوم ايه والتوقفات امتى والكلام ده كله، لكن الاتحاد الافريقي بيحدد لك. طبعا عايز اقول لك في تخبط تاني جاي بس ما تستعجلش عليه قريب. في تضارب هيحصل كبير قوي الفتره الجايه في حدثين مهمين جدا في الفتره اللي جايه كمان. طيب سؤال اخير، بكره الماتش الساعه 7 بتوقيت القاهره يا محمد صح؟ 7 بتوقيت القاهره، 8 بتوقيت الامارات ان شاء الله، على حسب وطاقم تحكيم الامارات. طاقم تحكيم الامارات ان شاء الله باذن الله. زميلنا وصديقنا الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات بخصوص منتخبنا الوطني وقرعه كاس الامم ومباراه الجزائر غدا، هتبقى مباراه مهمه جدا اكيد كلنا هنكون حريصين على متابعتها عشان نطمئن على منتخبنا في الفتره اللي جايه.